بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 152. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. الأصل تحريم مال الإنسان إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بطيبة من نفسه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا الوالد فله أن يأخذ من مال ولده ولو لم يسمح الولد بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: إن أبي يجتاح مالي، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. إلا أن العلماء قيدوا ذلك بأن ما يأخذه الوالد من مال ولده اشترط فيه أن لا يضر الولد، اشترط أن لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، ما لا يضره ولا يحتاجه. فإذا كان الولد يحتاج إلى ماله فهو أولى به من أبيه، أو كان أبوه يأخذ شيئا يضره، لا يجوز للوالد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. رواه الخمسة. وفي لفظ: ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا. رواه أحمد. وهذا أيضا دليل على أن الوالد يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. نعم، هذا من أدلة أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد بذلك، لأن الولد وما كسب لأبيه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا وولدا، وإن والدي. الحديث. نعم، هذا فيه دليل على أن للوالد أن يأخذ من مال ولده لأنه ماله في الحقيقة، لأن مال ولده ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. باب ما جاء في العمرة والرقبة. العمرة والرقبة، هذا في الهبة، هذا في الهبة،
كأن يقول هذا المال هبة لك مدة عمرك، هذا المال هبة لك مدة عمرك، فإذا استلمه ومن أذن له باستلامه والانتفاع به إذا قبضه فليس لصاحب المال أن يتراجع. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فإذا قبضت الهبة قبضها الموهوب له لم يجوز للواهب أن يرجع فيها، أما قبل أن يقبضها فله أن يرجع فيها. نعم. والرقبة؟ الرقبة أن يرقب حياته، هي الرقبة هي العمرة، أن يرقب حياته، أن يقول هو لك مدة حياتك. سميت رقبة لأن الواهب يترقب موت الموهوب له حتى يرجع إليه ماله، ولن يرجع إليه، هو يستقر بالقبض فلا يرجع إلى الواهب إذا قبضه الموهوب له. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها، أو قال: جائزة. متفق عليه. العمرة ميراث لأهلها يعني الموهوب له، فهي ميراث له، لا يحل للواهب أن يرجع فيها وأن يستردها حتى ولو قيدها بحياة الموهوب له، فإنها تستقر له ولا يتراجع فيها. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبة جائزة. رواه النسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للذي أرقبها. رواه أحمد للذي أرقبها. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للوارث. رواه أحمد. نعم، كل الأحاديث تدل على هذا بروايتها، أن من وهب شخصا مالا وقبضه الموهوب له وقال الواهب هو لك مدة حياتك، فإن هذا لا أثر له، تكون الهبة تستقر لمن وهبت له ولورثته من بعده ولا ترجع إلى الواهب، لأنه لا يجوز العود في الهبة بعد قبضها ولو شرط، الشرط باطل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. رواه أحمد والنسائي. نعم، أنها تستقر للموهوب له إذا وهبها له مدة حياته، فإنها وقبضها الموهوب له فإنها له دائما ولورثته من بعده، ولا ترجع لمن وهبها، لأن الهبة إذا قبضت فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها. شبه صلى الله عليه وسلم من رجع فيها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وسميت بالرقبة لأن الواهب يرقب موت الموهوب له حتى يسترجعها، وليس له أن يسترجعها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته.
رواه أحمد والنسائي. كل الروايات على هذا أن الهبة تلزم بالقبض، ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد قبضها، بعد قبض الموهوب له لا يجوز له أن يرجع فيها، لأن الموهوب له تملكها بقبضه لها، لا يجوز للواهب أن يرجع فيها لأنها خرجت عن ملكه إلى ملك الموهوب له، ولأن هذا فيه دناءة أيضا، فيه دناءة. قد شبهه صلى الله عليه وسلم بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، تنفيرا من هذا العمل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. وفي لفظ قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرا فهو للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، رواه الخمسة. وفي رواية من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم، كل الروايات على هذا تدل على أن من وهب شيئا وقبضه الموهوب له حتى ولو قال لك مدة حياتك فهي للموهوب له ولا ترجع إلى الواهب، كل الروايات على هذا. وعلى هذا اتفاق أهل العلم. نعم. وفي لفظ عن جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي، أنها لمن أعطيها ولعقبه، رواه النسائي. نعم، كل الروايات تدل على هذا، أن العمرة والرقبة وهي الهبة التي يهبها له مدة حياته، حياة الموهوب له، أن هذا الشرط يلغو، تستقر لمن قبضها، تكون له ولعقبه ولا ترجع للواهب. نعم. وعن جابر أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، قال فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، رواه أحمد. نعم، هذا يخالف الرواية السابقة أن العمرة لمن أعمرها له ولعقبه ولا ترجع إلى صاحبها، فالعمل على ذاك. نعم. باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. نعم، المرأة لا تتصرف في مالها لأنه ملكها، وليس لزوجها أن يمنعها، لأن مالها ملكها تتصرف فيه، أما مال زوجها فلا تتصرف فيه إلا بإعطاء السائل، إذا سأل تعطي السائل من مال زوجها، لقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل له حق إذا كان محتاجا
نعم. باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا رواه الجماعة. نعم. النفقة إذا أنفقت المرأة من مال زوجها ما جرت به العادة والعرف مثل إعطاء سائل أو الصدقة على محتاج فذلك ماض ومشروع فلها أن تتصدق من مال زوجها وأن تعطي السائل من مال زوجها لأن هؤلاء لهم حق السائل والمحروم السائل هو اللي يطلب والمحروم هو الذي نكب في ماله كان غنيا فافتقر بسبب جائحة أصابت ماله فحرم هذا هو المحروم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره متفق عليه ورواه أبو داود. نعم. الصدقة يعم أجرها لصاحب المال ولمن دفع الصدقة نيابة عن صاحب المال والخادم الذي يناول المحتاج كل الثلاثة لهم أجر في هذه الصدقة وفضل الله واسع. نعم. وروي أيضا عن أبي هريرة موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. نعم. وروي أيضا عن أبي هريرة موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوته. الموقوف ما كان من كلام الصحابي الموقوف ما كان من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. نعم. الصدقة الكثيرة لا تحل إلا بإذن صاحب المال أما الصدقة اليسيرة إعطاء السائل تصدق على محتاج هذا لا بأس به ويكون الأجر بينهم صاحب المال والمرأة والخادم الذي يناول المحتاج لكن يكون في شيء قدر الحاجة فقط. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. ارضخي يعني أعطي المحتاج والسائل ولا توعي يعني توكي على المال ولا تخرجي منه شيئا فيوعي الله عليك لأن الجزاء من جنس العمل فالمرأة تتصدق من مال زوجها ما جرت به العادة وليس بشرط أن تستأذن زوجها في ذلك والأجر بينهم. نعم. أما الشيء الكثير فلا لا بد من إذن صاحب المال الشيء الكثير لا بد من إذن صاحب المال الشيء اليسير لا يحتاج إلى إذن. نعم. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن الزبير رجل شديد
ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه أحمد. نعم، هذا مثل الأحاديث السابقة أن المرأة تتصدق من مال زوجها لكن لا تجحف به، إنما ما جرت به العادة ومما يدفع حاجة المحتاج والمضطر، هذا لا يحتاج إلى إذن والأجر مشترك بينهم. نعم. وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله عنهن، وكانت تحت الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. وعن سعد قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر: يا نبي الله. وعن سعد قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه. رواه أبو داود. وقال: الرطب الخبز والبقل والرطب. نعم، كل الروايات على أن للمرأة أن تتصدق من مال زوجها عند سؤال السائل تعطيه، وعند ما ترى محتاجا تتصدق عليه بما يدفع حاجته، ولو لم تستأذن زوجها هذا جائز شرعا، والأجر بينهم مشترك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. شهدت العيد يعني حضرته، شهدت العيد يعني حضرته، مثل قوله سبحانه: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار. يشهدون يعني يحضرون أعياد الكفار، الشهود هو الحضور. نعم. شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يعني صلاة العيد، شهدت العيد يعني صلاة العيد. نعم. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وليس مثل الجمعة يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فالعيد بالعكس يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة، والجلوس للخطبة ليس واجبا، من شاء أن يجلس ويستمع ومن شاء أن ينصرف. نعم. بلا أذان ولا إقامة، يعني العيد لا يحتاج إلى أذان ولا إقامة مثل الفريضة، لا، ومثل صلاة الكسوف، الكسوف لها أذان، صلاة جامعة. نعم. ثم قام متوكئا على بلال. ثم قام متوكئا يعني معتمدا، قام صلى الله عليه وسلم معتمدا على بلال، دل على أن الخطيب يتكي على شيء، إما على جدار وإما على شخص وإما على عصا. نعم. فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. نعم، خطب خطبة العيد عليه الصلاة والسلام متكئا على بلال، وذكر بلال موضوع، ذكر الراوي موضوع الخطبة التي خطبها رسول الله أنه ذكر الناس ووعظهم. نعم. ثم مضى حتى أتى النساء. ثم مضى لما خطب الرجال، مضى انتقل من الرجال إلى النساء وخطب النساء خطبة خاصة بهن. نعم. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. نعم. قال: تصدقنا فإن
أكثر كنا حطب جهنم. نعم. قال للنساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. سيأتي لماذا؟ نعم. وقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. قامت امرأة من سطة النساء يعني ليست من ذوات النسب وليست إلا من الرقيق من المماليك أي من سطة النساء يعني. نعم. سعفاء الخدين. سفعاء الخدين يعني في خدها أثر. استدل بهذا من لا يرى الحجاب للمرأة وليس فيه دليل، إنما قد يبدو وجهها بدون وجه المرأة بدون قصد، قد الهوى تطير الغطاء فيراها من عندها من الرجال، فلا يؤخذ منها أن غطاء الوجه ليس بواجب كما فهمه بعضهم. نعم. فقالت ثم إن الحديث أنها من سطة النساء وليست من ذوات الشان ولا. نعم. فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. نعم. فمنهن أكثر أهل جهنم لأنهن يكثرن التشكي من زوجاتهن من أزواجهن. المرأة كثيرة الشكاية من زوجها ولو لم يكن لهذا سبب، طبيعتها كذا إلا من رحم الله. وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداكن الدهر ثم رأت شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا كفران العشير، أنها تجحد إحسان الزوج إليها عند أدنى سبب. نعم. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن. المبادرة، شوف نساء الصحابة رضي الله عنهن بادرنا تصدقن من حليهن الذي عليهن، من المبادرة لطلب الخير والامتثال رضي الله عنهن. نعم. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقينا في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، متفق عليه. نعم. هذا فيه المبادرة إلى فعل الخير، وأن المرأة تتصدق ولو من حليه الذي تلبسه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. وهذا فيه أن المرأة إذا كان لها مال فليس لها أن تعطي منه إلا بإذن زوجها، من باب تطيب خاطره ومن باب الرقابة عليهن، لأن المرأة قد تكثر من الإنفاق من مالها حتى يتضرر أو ينفد. الإنفاق له ضابط. نعم. باب ما جاء في تبرع العبد. نعم. التبرع العبد، وما ملك لسيده، فليس له أن يتبرع إلا بإذن سيده. نعم. عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما، رواه مسلم. العبد يتصدق من مال سيده ما جرت به العادة، مثل إعطاء سائل أو إطعام جائع
نعم. وعنه قال: والأجر بينهما، بين مالك المال اللي هو السيد وبين المملوك الذي تبرع من مال سيده. نعم. وعنه قال: أمرني مولاي أن أقدر لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر المملوك على ما فعل، أقره على ما فعل، وقال: الأجر بينكما، المملوك الذي دفع والمالك في المال. نعم. فدل على أن للمملوك أن يتصدق من مال سيده. نعم. والأجر بينهما. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة. فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك، أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم. رواه أحمد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، وأبيحت له الهدية، أبيحت له الهدية، فكان يرد الصدقة ويأكل الهدية عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث. نعم. وعن سلمان قال: كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي، فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام. رواه أحمد. نعم. ثوبان مملوك، وتصدق من كسبه، تصدق من حطبه وكسبه، فدل على أن للمملوك أن يتصدق من كسبه. نعم. وعن سلمان قال: كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي، فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام. رواه أحمد. كتاب الوقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هل يشمل الأم أيضا؟ لا، هذا خاص بالأب، أما الأم فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وهب أرضا أو بيتا لأحد من أقاربه لينتفع به زمنا، فهل له أن يأخذه منه متى شاء؟ لا يأخذه إلا إذا مضى الزمن الذي حدده، إذا مضى الزمن الذي حددهفله أن يأخذه. نعم. وهذا في الحقيقة عارية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للواهب أن يضع شرطا أنه بعد موته يرجع ما وهبه إلى ورثة الواهب؟ لا، إذا قبضت الهبة ملكها قابضها، ولا ترجع إلى الواهب ولا إلى ورثة الواهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، قال أحد الأشخاص: إن هذا الحديث قاعدة أخلاقية لا تلزم الولد ولا تجب عليه، فهل ما ذكره صحيح؟ لا، كيف قاعدة أخلاقية؟ هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الولد وما ملك لأبيه، للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، هذه قاعدة يأتي من يتصرف فيها ويحولها عن معناها، لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر أهل العلم أنه إذا أضر أخذ الوالد من مال ولده أنه لا يجوز، يقول: وفي الحديث يريد أن يجتاح مالي ولي ولد، فمن أين أخذوا هذا الشرط؟ أي شرط؟ أنه لا يأخذ ما يضر ولده. نعم، خلوه من عمومات النصوص: لا ضرر ولا ضرار، حاجة الولد تقدم على حاجة غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في الحديث الأخير قال فيه فوائد، وهو جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، يقول: من أين أخذت هذه الفائدة وفقكم الله؟ جيب لنا كلام الشوكاني اقرأه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جيب لنا كلام الشوكاني، ما هو عندنا للأوطار؟ بل عندي حفظك الله. اقرأ الكلام اللي يقول السائل. نعم. حفظك الله، حديث جابر: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا، إلى آخره. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث فيه فوائد. أقرأ الفائدة التي ذكر أو جميع الفوائد؟ لا، لا يولد. الفائدة يقول: ومنها جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، يكون وسيط، يعني يكون هو غير محتاج، يكون وسيطا بين صاحب المال وبين المحتاج، وله أجر في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحد المحسنين أعطاني مبلغا من المال، وقبل أن نفترق أخذ هذا المال مني، فهل يجوز له ذلك؟ يقول: أحد المحسنين أعطاني مبلغا من المال، وقبل أن نفترق أخذها مني، فهل يجوز له هذا الأخذ وهذا الاسترداد؟ لا يجوز بعد قبضه. إذا أعطى العطية وقبضها الموهوب له والمعطى، لا يجوز الرجوع فيها. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الزيادة على الزكاة خصوصا إذا كان الإنسان مفرطا في سنوات سابقة فيخرج مالا أكثر من الذي عليه؟ لا، عليه أنه يخرج الزكاة اللي باقية في ذمته، يحصيها ويعرف قدرها ويخرجها، لأنها دين في ذمته، لا بد من هذا. ما هو يطلع مال ويقول هذا عن الزكاة الذي وما حددها ولا عرف مقدارها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص من سكان محافظة الخرج، شخص من سكان محافظة الخرج، نعم، ويأتي لمقر عمله في الرياض ويعود للخرج يوميا بعد نهاية عمله، وهو يقصر ويجمع يوميا قبل عودته لمقر سكنه، هل هذا الأمر جائز له؟ لا، لأن الخرج تقارب مع الرياض ولم يبق بينهما مسافة قصر، فلا يجوز الآن، لأن تقارب البنيان وامتدت الخرج وامتدت الرياض وتقارب، لكن من أول يوم بين الخرج وبين الرياض مسافة ليس فيها سكان وليس فيها مباني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا صاحب سيارة أو سيارتين اثنان قد أغلق الطريق، السيارة الأولى رقم اللوحة 8207 والسيارة الثانية رقم اللوحة 7248، قد أغلق الطريق. فضيلة الشيخ، أصحاب صاحبي السيارتين
أن يفرج الطريق للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المشيئة هل هي تنقسم إلى قسمين، مشيئة شرعية؟ لا لا، تلك الإرادة، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما المشيئة فهي شيء واحد مرادفة للإرادة الكونية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لجدتي وهي أم أمي؟ لا، لا تحل زكاة الولد لوالده، والجدة والدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: معنا مشرفة علينا في مدرسة تحفيظ القرآن، وقد حصل لها ظرف صحي، هل يجوز لنا أن نجمع لها، نحن المعلمات نجمع لها مالا لمساعدتها في العلاج وعلى ظروفها المادية؟ نعم، إذا كانت فقيرة فساعدوها، إذا كانت فقيرة لا تستطيع مؤونة العلاج وقيمة العلاج فساعدوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثير من المساجد تمتلئ بالملصقات واللوحات التي تنصب في المساجد، سواء كانت أدعية وأذكار أو غير ذلك، وكذلك الشاشات، ما حكم هذه الأمور؟ تجب إزالتها من داخل المسجد. الإعلانات تكون خارج المسجد، تكون خارج المسجد ولا تكون في المسجد. صادر في هذا فتوى على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن المساجد لا يكتب فيها كتابات ولا يكون فيها إعلانات، لأن هذا يشغل المصلين، وإنما تكون خارج المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا يعلق فيها لوحات ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الفخذ يعد من العورة، وكيف الجمع مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أبو بكر وعمر وهو كاشف لفخذه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الفخذ عورة في الصلاة، والركبة عورة في الصلاة، لا بد من سترها. أما في غير الصلاة يتسامح في ظهورها، أما في الصلاة فهي عورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أيهما أوجب على المسلم، أن يحضر دروس أهل العلم أم يلازم أحد والديه لحاجته إليه، وأن يكتفي بمتابعة الدروس عن طريق الموقع؟ عن طريق الموقع الإنترنت، حسب حاجة الوالد. إذا كان الوالد يحتاج إلى حضوره عنده فيحضر عنده، وطلب العلم متيسر ولله الحمد في ما ذكر من نشره في المواقع والشاشات، يستفيد منه ولو لم يحضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لمن أراد الزواج لمساعدته في ذلك؟ نعم، إذا كان لا يستطيع الزواج إلا بمساعدة ساعد من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أجمع مال الزكاة عندي ولا أوزعه لأجلي، إذا جاءني محتاج إلى زواج أن أعطيه إياه وذلك طوال السنة؟ لا يجوز حبس الزكاة، لا يجوز حبس الزكاة، يجب إخراجها على الفور وقت وجوبها ولا تحبس، هذا هو الواجب. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا، يجب المبادرة بإخراجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يتحصل المسلم على الأجر المرتب على قراءة سورة الكهف
إذا قرأها ليلة الجمعة بعد غروب الشمس؟ والحديث الوارد في ذلك فيه مقال، حديث ضعيف نعم، ولكن إذا قرأ في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة يرجى له الأجر إن شاء الله، لأن الحديث الضعيف يستدل به في فضائل الأعمال وفي ترغيب والترهيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا تيممت وصليت ثم حضر الماء، هل لا بد من الوضوء، أم أنه يجوز أن أصلي بالتيمم ما لم تنتقض طهارتي؟ ما لم تنتقض طهارتي؟ لا، إذا حضر الماء فالصلاة اللي صليتها في الماضي صحيحة إن شاء الله قبل حضور الماء، ما إذا حضر الماء فلا بد من الوضوء به وينتهي مفعول التيمم. العوام يقولين إذا حضر الماء بطل العفور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين فقراء الحرم وفقراء مكة؟ هم فقراء الحرم، هم فقراء مكة، ما كان داخل الأميال فهو في مكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر أو سفر كي لا يحرج أمته، يقول: ما القول في هذا الحديث وما صور هذه الحالات؟ هذا الحديث مجمل تفسره الأحاديث الأخرى، يحمل على الأحاديث الأخرى، يسمونه مشكل الحديث، هذا مشكل تفسره الأحاديث الأخرى، أن الجمع لا بد يكون له سبب، إما مطر وإما مرض وإما سفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما ضابط جواز سلام الرجل الأجنبي على المرأة غير المحرم له؟ الكلام لا بد، يسلم عليها بالكلام، أما بالمصافحة لا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، لا تحل له، إنما كان يبايع النساء بالكلام، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في مالها، أو أنه يجوز لها أن تتصرف بدون إذنه لأنه ملك لها؟ كونها تستأذن منه أحسن، لأن هذا من حسن العشرة، وإذا لم تستأذن لم يلزمها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الصدقة تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هي كذلك على أهل بيته؟ نعم، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الكلام لحاجة عند الجلوس الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة؟ يجوز، يجوز الكلام إذا جلس بين الخطبتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما وصيتكم وفقكم الله لطلاب العلم وللناس عامة في هذه الأيام التي نرى فيها الفتن والمنكرات وخروج النساء متبرجات؟ يقول: ما الوصية في هذا الأمر وفقكم الله؟ الوصية: جزاكم الله خيرا بالدعوة إلى الله وتعليم النساء وبيان هذا لا يجوز، والموعظة، الموعظة الحسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نذرت إن قبلت في الجامعة الإسلامية أن أذبح بقرة، والآن قد قبلت وأنا مقبل على زواج، فأريد أن أجمع بين وليمة العرس والوفاء بالنذر فأذبح ذبيحتين في يوم عرسي، هل يلزم أن أخبر الناس أن إحدى الذبيحتين هي للوفاء بالنذر؟ لا، خل النذر الحالة، وف بالنذر الحالة، لا تدخل مع العرس،
ضف بالنذر، توفون بالنذر، إذا قدرت نفذ النذر، أعرست أو ما أعرست ما له دخل بالإرث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دخلت المسجد فإذا بالإمام قد انتهى من الصلاة، وهناك من المأمومين من يكمل صلاته، فهل أتم بهذا المسبوق؟ لا، لأن هذا مأموم، والمأموم لا يكون إماما، انتظر يجي واحد أو من يأتي، أو يقوم واحد من المصلين يصلي معك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تحج وتعتمر عن أبيها بعد وفاته، علما بأنه قد حج واعتمر عمرة الإسلام؟ نعم، من باب البر والإحسان إليه، تطوع، يعتبر تطوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اعتياد النوم في المسجد وأكل الطعام في المسجد، هل هو أمر قد ورد النهي عنه؟ لا، ما ورد النهي عنه، لكن بشرط ألا يتأثر المسجد بفضول الطعام أو يعني آثار الطعام، يعني ينظف المسجد ولا يكون عليه أثر من الطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقرأ القرآن بعينيه دون صوت أو تحريك للشفتين، هل تصح قراءته في الصلاة أو خارجها؟ لا لا، لا بد تلفظ بالقرآن في الصلاة، ولا ما تعتبر قراءة إذا لم يتلفظ، بحيث يسمع نفسه على الأقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة لصلاة الجمعة، يعني أثناء خطبة الجمعة، لعموم بين كل أذانين صلاة؟ لا، من دخل والإمام والمؤذن يؤذن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان صلى عند دخوله فيجلس ولا يقوم يصلي مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي قد أصابه ضمور في المخ، وسبب ذلك النسيان الكثير والصلاة يصليها إذا ذكرها، سؤاله: هل يجب علينا أن نأمره بالصلاة إذا دخل الوقت، أم أننا نتركه يصلي متى ذكر؟ لا لا، أمروه بالصلاة، أمروه بالصلاة وأعينوه، جزاكم الله خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التصدق عن الميت وتسميته عند إعطاء المسكين للصدقة، هل هذا أمر مشروع بأن أقول للمسكين: هذه الصدقة عن فلان؟ لا لا، تقول عن فلان، تنويها ويكفي، النية إنما الأعمال بالنية، تنويها عن فلان ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بالذكر عند وضع الميت في قبره؟ لا يجوز هذا، لا يجوز رفع الصوت عند دفن الميت، ولكن بعدما يدفن يقف المشيعون على قبره ويسألون له التثبيت، ويستغفرون له ويسألون له التثبيت وقت السؤال، سؤال الملكين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحد المطاعم عندما أدخل للأكل عندهم يعطونني ورقة لأجل أن آكل مدة معينة من الأيام كتحفيز لي، هل يجوز هذا الأمر؟ كيف؟ يقول: أحد المطاعم عندما أدخل عليهم للأكل من عندهم يعطونني ورقة للأكل مدة معينة من الأيام كتحفيز لي، هل يجوز هذا الأمر؟ لا، ما يجوز هذا، هذا يضر المطاعم الأخرى،
ويأخذ الزبائن عنهم، فلا يجوز هذا العمل، هذا مثل تلقي الركبان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أدخل إلى المقبرة مصطحبا أولادي الصغار وبناتي الصغيرات؟ الذي لا يقوم بزيارة الميت والدعاء له والسلام عليه لا حاجة إلى إحضاره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاته الوتر فهل يوتر بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر؟ لا، يوتر إذا ارتفعت الشمس، إذا ارتفعت الشمس يصلي الوتر ويشفعه. إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع ركعات بتسليمتين إلى آخره، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من لوازم إجابة دعوة الوليمة أن يطعم الإنسان من طعام الوليمة، أم أنه يكتفي بالسلام ثم لا يشارك في الطعام؟ نعم، هو يجيب الدعوة ويحضر، إن شاء أكل وإن شاء دعا وانصرف، إن شاء أكل وهذا أحسن، وإن شاء دعا وانصرف. إذا كان صائما مثلا أو ليس له حاجة إلى الطعام يدعو وينصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمرأة إذا تصدقت من مال زوجها، فهل يلزمها أن تخبره بذلك بعد ذلك؟ الشيء المعتاد لا يلزمها أن تخبره، وأما الشيء الكثير فلا بد من أخذ إذنه فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أن يتعامل الإنسان وأن يشارك في مواقع في الأنترنت تساند أهل البدع؟ كيف؟ يقول: ما حكم أن يشارك وأن يتعامل الإنسان مع مواقع في الأنترنت تساند أهل البدع؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز مشاركتهم في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا أعطى الواهب الموهوب شيئا مدة معينة، فهل يأخذ هذا حكم العارية ولا يكون هبة؟ نعم، ما هو هبة هذا، ما هو هبة هذا، عارية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إذا كان المسجد في قريتنا هو مسجد خاص لفرقة الصوفية، فهل يجب علي أن أؤدي الصلاة في هذا المسجد؟ ما ندري عن الصوفية هؤلاء وش نوعهم وش تصوفهم. صلاة الجماعة واجبة، إلا إذا كان عندهم بدع تبطل الصلاة فلا تصلي معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا موظف وعندي مال ولله الحمد، ووالدتي تطالبني بأن أعطيها 1000 ريال شهريا، ولكن نفسي تشح بذلك وتأتيني أعذار من الشيطان، يقول: ما حكم هذا وما علاجه وفقكم الله؟ أحسن إلى والدتك وأعطها ما يطيب خاطرها، هو خير لك وأحسن لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حضور المناسبات المباحة التي يقيمها بعض أهل البدع كمناسبة زواج أو غير ذلك؟ لا تحضرها إلا إن كان تبين ما عندهم من المخالفة والبدع، باب النصيحة والتذكير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ترك أداء الصلاة لإصابته بما يسمى بالوسواس القهري، يقول: ما حكم مثل هذا الرجل، وهل يؤمر بالصلاة إذا تركها؟ يؤمر بالصلاة ويعالج، يعالج عن هذا المرض النفسي،
لعل الله أن يشفيه، ويؤمر بالصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوف من حدوث مصيبة يعد من سوء الظن بالله عز وجل؟ الخوف الحقيقي إذا كان هناك مثلا مرض متفشي، أو هناك عدو يعني متربص، هذا للإنسان أن يأخذ حذرة، أن يخاف وأن يأخذ حذرة من هذا الضرر الذي هو متوقع. نعم. فضيلة الشيخ، هذا خوف طبيعي، ما هو خوف عبادة، هذا خوف طبيعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هناك رجل وامرأة يسكنان سويا بدون زواج، وقد حصل بينهما أطفال، والآن قد دخلوا في الإسلام. سؤاله: ما الحكم الشرعي بالنسبة للأطفال؟ هل ينسبون لوالديهم؟ لا، ينسبون للأم التي ولدتهم، ينسبون لمن ولدتهم، ولا ينسبون إلى غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للعامل وللسائق وللخادم أو الخادمة أن يتصدقوا من مال مكفوليهم بما جرت به العادة، استنادا لما سبق من الأحاديث؟ نعم. هل يجوز للعامل وللسائق وللخادم والخادمة أن يتصدقوا من مال مكفوليهم بما جرت به العادة، استنادا لما سبق من الأحاديث؟ نعم، الشيء اليسير لا بأس به، الشيء اليسير كاللقمة واللقمتين لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، هل لا بد عند تعويذ الأولاد من أن يحضروا أمام الشخص، أم أنه يمكن تعويذهم وهم غياب؟ نعم، يستوي هذا وهذا، حضورا أو غيابا تعويذهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تقدم شاب لخطبة فتاة من أبيها، وأبوها يرغب بأن يزوجها لمن هو أكفأ منه، فأوعز إلى الأكفأ أن يتقدم لأنه لا يستطيع أن يرد الأول. السؤال: هل لمن أوعز إليه أن يتقدم ويخطب هذه البنت، أم أنه يدخل في الخطبة على خطبة أخيه؟ يدخل في الخطبة على خطبة أخيه، يصبر إلى أن يزوج أو يرد، ما يتقدم ويعلم أن الخطبة قائمة، لا يدخل على أخيه يخطب على خطبتي حتى يزوج أو يرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والد وعد ولده إن قام بتنظيف البيت فإنه يعطيه مالا، لكنه تأخر في إعطائه. سؤال الولد: هل يجب على الوالد أن يدفع هذا المال، وهل له أن يطالبه به؟ إيش؟ والد وعد ولده إن قام بتنظيف هذا البيت فإنه يعطيه مالا، لكن الوالد تأخر في دفع هذا المال. سؤال الولد: هل يجب على الوالد أن يقوم بدفع هذا المال؟ إيه نعم، المنافق هو إذا وعد أخلف، صفة المنافقين أنهم إذا وعدوا أخلفوا، أما المؤمن إذا وعد وفى. نعم، فيفي بوعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل فقد والده ولا يدري أين هو، فهل يجوز أن ينشد عنه في المسجد القريب، أم أن هذا من المنهي عنه؟ يعلن عنه إعلانا في الصحف، في
إعلان على الجدار يلصق بجدار خارج المسجد لا بأس، أما بداخل المسجد لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء أنهم لا يسترقون، يقول هناك رواية وأنهم لا يرقون، هل هذه الرواية؟ الرواية ما هي صحيحة، لا يرقون هذه ما هي صحيحة، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، هذا فيه سؤال الناس. نعم. فهم يتعففون عن سؤال الناس، أما أنهم هم يحسنون إلى الناس لا، يمتنعون من الإحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل يشعر بصداع دائم وقد راجع الأطباء ولم يجد علاجا عندهم، هل له أن يعلق شيئا في رقبته من القرآن لأجل علاج هذا الأمر؟ والله هذا فيه خلاف بين العلماء، تعليق التميمة هذا من تعليق التمائم، ولكن بعض العلماء رخص فيها إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة، والبعض الآخر منع من ذلك لعموم النهي عن التمائم، وهذا أرجح وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل في الليل أن يشتغل طالب العلم بالبحث والنظر في كتب العلم، أم أنه يشتغل بالصلاة وقيام الليل؟ ما الأفضل في ذلك؟ طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم ينفع الإنسان وينفع الله به، نفعه متعدي، ما قيام الليل فنفعه قاصر على صاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك آثار للنبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بها؟ من فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم من عرق أو شعر أو لباس يتبرك به، من فصل من جسمه، وهذا غير موجود الآن، هذا غير موجود الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك امرأة تشتاق لزيارة قبر أبيها وتلح في ذلك. لا يجوز لها ذلك، حرام عليها، لكن تدعو له تتصدق عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوف من النفاق والرياء يعد من علامات الإيمان؟ نعم، الخوف من هذه الأمور المنهي عنها من علامات الإيمان، تجنبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل من السنة أن يرفع المسلم صوته بالذكر بعد الصلاة، وهل إذا حصل تشويش يجب عليه أن يقلل من صوته؟ لا، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فهو مشروع. نعم. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه طفلا صغيرا، وكان يعرف انتهاء الصلاة إذا سمع الذكر، إذا سمع الذكر من المصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اعتاد لسانه على الحلف بغير الله عز وجل، هل يعذر بهذا الاعتياد؟ نعم. من اعتاد لسانه على الحلف بغير الله عز وجل، لا يعود لسانه على ذلك، يترك هذا ويحذر منه ويعينه الله على تركه. نعم. ولا يستمر ويقول: أنا ما أستطيع أني أمتنع، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الحلف بالأمانة هل هو أمر ممنوع؟ اي نعم، الحلف بالأمانة ممنوع، حلف بغير الله، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: القول الذي ذكره العلماء علماء العقيدة وهو لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، يقول هل يعد هذا القول من الشرك؟ لا، ليس من الشرك، يعني البط ينبههم على دخول اللصوص، هو من الأشياء المجربة ومن الحراسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من رأى أصناما أو تماثيل فهل يجوز له أن يكسرها ويتلفها كما فعل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان له سلطة فيكسرها، أما إذا لم يكن له سلطة فإنه ينهى عنها ويبين ضررها لأهلها بلسانه، ينكر بلسانه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تربية القطط وهل يجوز شراؤها؟ لا، ما يجوز شراؤها، ما يجوز شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر كما نهى عن ثمن الكلب، لا يجوز بيعها ولا شراء. أما اقتناؤها فلا بأس به، لا بأس باقتناء القطط لا سيما للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ينزل في حسابي مكافآت لأبنائي من مدارس تحفيظ القرآن، هل يجوز لي أن أتصرف في هذه المكافآت وأن أصرف علي وعليهم منها؟ نعم، الوالد له ذلك، الوالد له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: علي قضاء من رمضان لكني لا أعرف عدد الأيام بالضبط، كيف أصنع في هذا؟ تقدرها وتحتاط، تقدرها وتحتاط وتصومها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذهبت إلى مكة من الرياض وأنا متردد هل أعتمر أو لا أعتمر، ولما وصلت إلى الحرم قررت الاعتمار، يقول: من أين أحرم؟ تحرم من المكان الذي نويت منه، تحرم من المكان الذي نويت منه إذا كان خارج الحرم، وأما إذا كان داخل حدود الحرم فإنك ترجع إلى حدود الحرم وتحرم منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لوالدتي زوجتي؟ هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لوالدة زوجتي؟ نعم، ما دامت محتاجة، ما دامت محتاجة فلا بأس بذلك. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.